ينتظر الجديد هذه الجولة الثانية. بعد 35 متر من مرمى الحارس ياسين الحواصلي. سنتابع من سينفذ الضربة الأخطاء. ضربة خطأ على بعد 35 متر. مابقيناش كنتابعو في البطولة الوطنية. اللاعبين يجيد التسديد المباشر مثل هذه المسافات. كان تأثير كادر جيد ولكن كانت بعيدة عن الحارس ياسين الحواصلي. معاوية عبد الغني سدد. نتابع فكرة جيدة لمعاوية عبد الغني. أول تغيير قام به هو المدرب بن شيخة. كرة أمامية ولكن فقط. كرة أمامية. تعود الان عبد الفتاح بوخريس. كره اماميه وخروج ياسين الحواصلي. اولى شرارات تقدم اللاعب حمود احمد. يبقى لاعب سريع وسيراهن عليه كثيرا بن شيخه وربما قد يخلق متاعب للدفاع. نتابع الان النغمي. النغمي الان. النغمي يستعد الآن. فكرة جيدة النغمي. هي الكرة بن شيخة أحس بالخطورة وأشار أحس بالخطورة من خلال هذه المحاولة. هي الكرة بشكل جيد. تسديدة كانت مباشرة. إذن النغمي إذن فريق الجيش الملكي كان بإمكانه من خلال هذه المحاولة أن يباغت مرمى الحارس محمدينا. سنتابع الان ركنية الشاكر عبد الرحيم. كاينين فقط اربعة لاعبين فريق الجيش الملكي. فقط اربعة لاعبين امام ستة لاعبين صعيب. اذا سنتابع الركنية الثانية على التوالي. شاهدوا الان بن شيخة كيفاش انه كيطلب اللاعبين. كرة عالية الآن. خطيرة هذه المحاولة. خطيرة هذه المحاولة. محاولة الإبعاد. الشيخي الآن. ما كاينش خطأ يقول الحكم. والتدخل في المحاولة الأخيرة. التدخل في المحاولة الأخيرة. شاهدوا التدخل كان جيد لحماري. ما كاينش ضربة خطأ بتاتا. نتابع الآن هذه المحاولة. محاولة الآن معاوية عبد الغني. تسديدة. هذوما الكرات اللي كيبحث عليهم اللاعب معاوي لاعب الوداد السابق الأولمبيك أسفي في مثل هذه المحاولة. لأنها كانت فيها معالم الخطورة واضحة. بدأت تتحرك الآلة. الهجوم لفريق اتحاد طنجة. وكذلك استحرك المباراة. محاولة والإبعاد.
سنتابع الآن ركنية لفريق اتحاد طنجة. كرة عالية وخروج ياسر حواصلي. الآن يمكن أقول بأنه هذا هو الاتجاه الصحيح لهذه المباراة. المباراة يجب، فإن أراد أي فريق أن يحقق مبتغاه يجب أن يقترب لحارسي المرمى. شاهدوا سكور في هذه المحاولة الأخيرة ومحاولة عبد الغني. هذه التسديدة الأخيرة ولكن التغطية كانت حاضرة. مرة أخرى تغيير اتجاه الكرة لعبوا بعبد العلي ولكن احتفظوا الكرة وضعت ليه. كرة أمامية بوشعيب السفياني ولكن افتح بوخريس. افتح بوخريس. سنتابع ضربة خطأ لصالح فريق تعود مرة أخرى لسيبوفيتش أنيس. سيبوفيتش أنيس لأسامة الغريب. كرة أمامية ولكن بعيد على اللاعب معاوية عبد الغني. دانا بن شيخة قام بإجراء التغيير الأول، أخرج بكرا الهلالي ودخل مكانه حمودان أحمد. هناك فخر مروان خلف مصطفى الملحوي الزكريا والمرابط عادل ونداي ببلوكي أرفي وأونا بخيس. إذن سنتابع. هناك سقوط أسامة الغريب في هذه المحاولة الأخيرة. ولاعب فريق الجيش الملكي نغمي المهدي. واللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة. الورقة صفراء. تعود الآن في خط وسط الميدان. كرة أمامية خطيرة المحاولة. خطيرة المحاولة ولكن التسديدة لم تكن قوية. لم تكن التسديدة قوية للاعب. تابعوا نبحث عن جديد خلال هذه المباراة. كرة أمامية دائما صفر مثله ولا جديد خلال المباراة بقدر ما أنه المباراة هناك حركة ولكن تستلزم ديناميكية أكثر وضغط أكثر. جوزي روماو المساعد الجديد عبد الملك العزيز والذي سبق وان درب فريق اتحاد طنجة. كان من بين الامور التي كان مع فريق اتحاد طنجة كمدرب كان في افتتاح هذا الملعب وكان انتصر كذلك في اولى المباريات الرسميه امام فريق الراسينغ البيضاوي. سنتابع في خط وسط الميدان. معاوي عبد الغني كيرفع الكرة باتجاه حمودان ولكن بعيدة. ولكن بعيدة. التركيز الثقة غائبة في نفسية اللاعبين. التركيز غائبة في نفسية اللاعبين.
الأمامية. تعود الآن محبوبي عبدالي، حمل يونس كيرجع كرة الوراء، كرة في اتجاه أيوب الخالقي ويسير. نشاهد الآن محمد الملك عزيز يبدي بعض ملاحظاته. كرة في وسط الميدان، ضربة مرمى، ضربة مرمى مرت أو نسير نحو الربع الساعة الأولى للجولة الثانية. لا جديد خلال هذه المباراة، من سيلقد بياض هذه المباراة ومن سيسجل؟ أعتقد بل لي اليقين بأنه لو سجل هدف خلال المباراة ستتحول هذه المباراة إلى شكل آخر، شكل ثاني تماما. إذا ضربة مرمى، وكأن بكل فريق ينتظر تعثر الفريق الآخر، واحدة الهدايا واحدة الأخطاء. متابع، لكن لا يجب دائما انتظار الهدايا، يجب الاعتماد على العمل والتحرك بجدية، لأن الهدية ليس دائما مضمونة وواردة في قاموس كرة القدم. نتابع هذه المحاولة، تهيئ كرة الشيخي، خط وسط الميدان، خطأ. كثرة الأخطاء وكثرة السقوط هما المسيطران على هذه المباراة بشكل كبير. إذا نتابع ضربة خطأ وإنذار للاعب عبوبي عبد العلي. إذا كما قلت بأنه مرت الآن ربع ساعة من الجولة الثانية ولا جديد. سنتابع ضربة خطأ أمامية، وتعود الآن بسرعة. السرعة هي الغائبة، كل شيء حاضر إلا السرعة على مستوى أرضية الميدان. محاولة التوغل ولكن لضربة مرمى خارج المرمى. إذن ياسين الحواصلي، عملية إحماء كذلك في تشكيل احتياطي فريق الجيش الملكي. بن عريف، كريم، هرمش، أشرف، عمراني، هشام، خبا، حمزة، الجرباوي، المهدي، سردي، إسماعيل، طاهر حسن. كرة عالية، أسامة الغريب، شعيب سفيان خطير هذه المحاولة، ولكن لم يتعامل التعامل معه بسرعة. يوسف أنور يبحث عن التوغل، يراوغ ويبحث الآن عن مساندة، ولكن بعيدة. مسألة الثقة في الإمكانيات هي التي تغيب خلال هذه اللحظات. ما يحضر هو التشجيع المتواصل، لقاء بارد، برودة الجو طنجة، لكنه ساخن سخونة أو حرارة الجماهير طنجة التي تشجع لحد الآن. كرة أمامية وكثرة الأخطاء، يمكن أن أقول بأنه صفرة الحكم أكثر شيء تحرك على مستوى أرضية الملعب. صفرة الحكم تحركت كثيرا وأعلنت كثرة الأخطاء، كثرة التوقفات.
إذن العموم دائما نتابع وننتظر ونترقب، هل ستحرك المباراة في 15 دقائق الأخيرة مرة ربع الساعة؟ تعادل غير مفيد للطرفين. نتابع الآن محاولة خطيرة، محاولة ومشعب سفيان، ولكن الحكم أشار إلى أن هناك خطأ، كما قلت بأنه الحكم السيد كرداد من أكثر الحكام حركية وديناميكية خلال هذه المباراة. تدخل أسامة غريب أمام سفيان المشعب، سنتابع أمامية، تعود لكن الحكم يقول ضربة خطأ. مرة أخرى صافرة الحكم من جديد، صافرة الحكم من جديد، تبع ضربة خطأ الآن خلال هذه اللحظات، سينفذ حمزة حجي، ستكون عالية في اتجاه مرمى الحارس محمدينا، عالية، ولكن دائما كل كرة العالية تكون من جانب سيبوفيتش أنيس الشيخ الآن، ولكن حمودان أحمد سيحصل على خطأ وورقة صفراء لسعيد فتاح لاعب خط وسط الميدان، ورقة صفراء للاعب سعيد فتاح. إذن دائما نتابع وننتظر جديد هذه المباراة، نتابع هذه المحاولة. بالفعل كان هناك خطأ، كانت محاولة الانطلاق حقيقية من حمودان، سنتابع كرة عالية، في خط وسط الميدان دائما لصالح فريق محاولة، ما كاينش هناك تسلل. نتابع مشعيب سفيان، لكن يوسف أنوار ضاعت خطورة هذه المحاولة، ضاعت خطورة هذه المحاولة، كان من المفروض على أنه سفيان أبو الشعيب ينطلق بشكل أحسن. إذن الأضواء تتألق في المدرجات وتغيب أضواء ولا نجومية اللاعبين، ممتاز، رائع، شيء جميل، جماهير اتحاد طنجة تتحرك، نتابع أجواء جميلة تنسينا حماسية هذه المباراة الغائبة. زميلي سمير الوجداني، هناك أضواء جميلة في المدرجات، لكن اعلم بانه روح المهنه يجب متابعه هذه اللقطه الخطيره لفريق الجيش الملكي. محاوله خطيره، ولكن تغيب خطوره هذه المحاوله، تغيب خطوره هذه المحاوله، تغيب خطوره هذه المحاوله. صراحه الاجواء جميله وحماسيه، أنقل ما أراه بعيني هنا ملعب طنجة. إذن ورقة صفراء لحداد إلياس، ورقة صفراء لحداد إلياس، ورقة صفراء لحداد إلياس. ربما كثرة الأوراق الصفراء ربما ستغير من نتيجة هذه المباراة. إذن مشاهدينا الكرام دائما ننتظر، نحن في حدود الدقيقة 67،
بأن سيوقف المباراة لتصاعد الأدخنة هنا من والتي تحجب الرؤية. القانون هنا واضح، وبالتالي كما قلت بأن أسوأ كانت جميلة وحاسمة في المدرجات وحماسية عفوا. إذن العموم دائما نتمنى أن نتابع الدقائق القادمة بشكل آخر وتكون فيها أقوى وتكون فيها الجرأة الهجومية، لأنه هذا الحال في مثل هذه الحالات اتحاد طنجة تريد الانقضاض على الرتبة الثالثة. فريق الجيش الملكي يريد أن يكون ضمن طابور الأقوياء كما وعدنا وعودنا دائما، ففريق الجيش الملكي دائما يبحث عن لون البطل. دائما نتابع ونترقب المباراة المتوقفة إلى حين أن تنقشع. أنا أدخل في انتظار أن نتابع المباراة بشكل آخر وحماسي. إذن مشاهدينا الكرام نتابع أقوى لحظات هذه الجولة الثانية. دي سكور خلال تدخل بعد كانت تدي الركنية حمودان أحمد. تابع هذه المحاولة معاوية عبد الغني سدد، لكن التدخل كان جيدا للاعب فريق الجيش الملكي الذي أنقذ مرماه لاعب عزيم أنس. إذن تستأنف المباراة، تستأنف المباراة بعد أن كان هناك توقف اضطراري وضربة خطأ الآن لصالح فريق اتحاد طنجة. التقط اللاعبون الأنفاس رغم أنهم لم يفردوا إيقاعهم وأسلوبهم بشكل واضح وأسلوبهم الهجومي. كرة عالية الآن والهدف، إصابة لصالح فريق اتحاد طنجة. أوي 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 أوي. التوقف كان فأل خير على فريق اتحاد طنجة، ومن سجل سكور. سكور يسجل وهستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير، هستيريا بملعب طنجة الكبير. النساء، الأطفال، الشباب، الكهول، ولم ألاحظ الشيوخ، ولكن يمكن أقول بأن هذا الهدف بعد فرحة في المدرجات، وكأنه بتلك التوقف بعد كان هناك الأدخلة تصاعدت، وكان هذا التوقف لصالح فريق اتحاد طنجة من كرة جامدة مرتدة. الآن المباراة ستتحول في ناجية فريق الجيش الملكي. الآن سيخرج كل أوراقه. أي يا رماو في موقف لا يحسد عليه، في موقف لا يحسد عليه. هزيمة رابعة بالنسبة لروماو هي لا تخدم مصلحة هذا المدرب البرتغالي. تعود الآن في خط وسط الميدان. محمدينا لأسامة الغريب. محمدينا لصالح فريق سبوفيتش أنيس. نتابع هذه المحاولة لفريق اتحاد طنجة خطيرة. بدر الكشاني، والحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول؟ يقول لكشاني تعمدت السقوط. سنتابع زميلي سمير الرجداني، سنتابع. إذا الحكم اعتبر بأنه
الكشري تعمد السقوط. إذن تغيير في هذه اللحظات سيقوم به المدرب بن شيخة. إذن نادي بيبولا جيرفي ما كان عبو بي عبد العالي، اعتقد بانه بن شيخة اصاب بهذا التغيير لانه عبو بي عبد العالي زميلي رجداني كان ممكن ان يعاد مره اخرى لهدف اللاعب سكور. والذي اذا خروج عبو بي عبد العالي ودخول اغبي، اذا فرحه لا توصف بالنسبه لجماهير فريق اتحاد طنجه، فرحه لا توصف بالنسبه لفريق اتحاد طنجه. يوسف انور سيغادر، سيكون تغييرين على دفعه واحده. يوسف انور من جانب الجيش الملكي، وخاب حمزه، خاب حمزه الان سنتابع المباراة، ما زالت لم تحسم، المباراة لم تحسم بعد، المباراة لم تحسم بعد، وما زال كل شيء ممكن خلال هذه المباراة. فريق الجيش الملكي سينتفض، فريق الجيش الملكي سينتفض. سنتابع ضربة خطأ من الخطورة بمكان، ترفع كرة عالية، ضربة راسية وإبعاد أسامة الغريب، كرة أمامية في اتجاه شاكير حمودان، وتعود مرة أخرى لشاكير عبد الرحيم الحكم. حمودان الآن، حمودان يبحث عن التمغل، يراوغ، يراوغ، يبحث، أرفع كرة وفي اتجاه الحارس ياسين الحواصلي. حماس كبير للاعب حمودان بن عريف كريم من جانب فريق الجيش الملكي يستعد للدخول. سنتابع الان كرة امامية، خط وسط الميدان للشيخي بالكعب بطريقة جيدة لسكور ايوب الخالقي، محاولة خطيرة، المحاولة اوه على هدف يضيع، لقطة جميلة، لقطة جميلة وهدف يضيع لفريق الجيش الملكي. من كان وراءه اللاعب المهدي النغمي؟ نتابع تهيئت من اللاعب خربة حمزة والمهدي النغمي. اللاعب محمدين تابع الكرة بأعينه. إذا سيكون تغيير، خروج فتاح سعيد ودخول دخول اللاعب بن عريف كريم. إذا المباراة مسألة تحرك، قلت بأنه عندما يسجل الهدف ستتحرك هذه المباراة، وتحركت آلة الجيش الملكي. كرة الآن أمامية عبد الفتاح بوغريس، خط وسط الميدان، حمزة حجي كيرفع الكرة بعيدة ولكن كيتمكن منها اللاعب السفياني بوشعيب. نتابع الآن خربة حمزة، ولكن خبا حمزة الضائعة. حمودان، حمودان تحرك وسرعته أربكت تدخلات مدافعي فريق الجيش الملكي في بعض الأحيان. ممتازة الآن هذه المحاولة، ولكن بعيدة، كانت محاولة الإبعاد من عند فتح بوغريس. الآن المباراة بدأت تقترب من الدخول في الربع الساعة الأخيرة والعشرة دقائق الأخيرة، ستكون نار بين الطرفين. استرجاع جيد لشاكير، استرجاع جيد لشاكير، وتذكروا بأنه سيكون هناك وقت بدل ضائع. كرة
أمامية، خاب حمزة يهيئ الكرة، ولكن من هو اللاعب في الخط الأمامي الذي سيطلب الكرة؟ هذا هو السؤال العريض والطويل. من يطلب الكرة من جانب فريق الجيش الملكي؟ لأنه لحد الآن صاحب الجرأة وصاحب المبادرة يغيب في الخط الأمامي بالنسبة لفريق الجيش الملكي. عندنا أحد لاعبي فريق اتحاد طنجة سقط الأرض، أعتقد بأنه سيكون وقت إذا تجاوز الأربع والخمس دقائق. إذا أحد لاعبي فريق اتحاد طنجة مفتاح بوخريس أكيد من أنه يريد استنزاف كل دقيقة أو ثانية التي ستبدو غالية في آخر اللحظات. فريق الجيش الملكي استنفذ كل التغييرات، في حين بلجيكا ما زال يحتفظ بتغيير واحد بعد أن أجرى تغييرين. الأول كان مع بداية المباراة دخول حمود أحمد وكان فيه موفق كثيرا بلجيكا، والتغيير الآخر نادي بايك بوكلاي أرفا نادي بيبولا كي إيرفي كان هو البديل الثاني الذي قام به المدرب بلجيكا. عفوا فريق الجيش الملكي الآن سيستنفد كل التغييرات. حسن الطاير سيكون آخر لاعب، سفيان المشعيب بعد أن كان قد دخل اللاعب آخر قبل اللاعب حسن الطاير كان خبأ حمزة. إذن كرة أمامية ولكن فقط لياسين الحواصلي. إذن روماو يلقي بكل أوراقه. إذن خبأ حمزة وحسن الطاير وبن عريف كريم هما الثلاثي. والتي راهن عليهم روماو من اجل احداث تغيير في نتيجه المباراه. حمزه عجي